مازن. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. ايه النشاط والحلاوه؟ ايه اللي مصحيكي بدري قوي كده؟ انت مش هتقعد تفطر؟ افطر ايه؟ مفيش وقت، انا ورايا مليون حاجه لازم اعملها النهارده. طب اقعد عشان عايزك في حاجه مهمه. مهمه قوي يعني؟ ايوه، اقعد بقى عشان خاطري. ماشي يا ستي عشان خاطرك. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ انا عايزك تهتم بدعاء شويه. انتوا لسه عرايس جداد. هو انت مش هتبطلي طبتك دي؟ يعني انا قاعد معاكي فاكرك عايزاني عشانك، طلعي عايزاني عشان دعاء. ايه اشتكيت لك؟ من غير ما تشتكي يا مازن، باين قوي يعني. على طول ما بتطقش القعده في البيت وزهقانه واول ما بتصحى الصبح بتخرج. طب يا حبيبتي انا اعمل ايه؟ ما انا ورايا عياده لازم اخلصها. اقعدي معاها انت يا ستي، فهميها الكلمتين دول واعملي اي حبتين من بتوعك. وبعدين ما تخرجوا تتفسحوا مع بعض. يا مازن هي محتاجه لجوزها مش لصاحبه. انا حاسه بيها. حاضر يا ستي حاضر. انا ان شاء الله هظبط وارتب كده واخدها اتفسحها، بس بعد ما اخلص التوضيبات الاول. حبيبي لما حد بيسيب مكانه فاضي ممكن اي حد تاني يجي يملاها. انت بتقولي ايه يا ملك؟ انا عايزاك تبقى مبسوط، مش عايزاك تكسب العياده وتخسر مراتك يعني. انت شفتي حاجه وسمعتي حاجه؟ لا يا مازن انا بس بضرب لك جرس عشان تاخد بالك.